أهلا بيكم مشاهدينا، أهلا عليكم كل فرد فيكم، نتمنى له إن شاء الله كل الصحة كل السعادة، نسمع كل خير عن أهلنا وعن حبايبنا إن شاء الله، ويكون يوم يعدي على خير ألف خير إن شاء الله. بنقول لكم صباح الخير في حلقة جديدة من حلقات طعم البيوت، بنبدأها دايما بأغنية نتمنى أنها تعجبكم، ونبدأ صباحنا إن شاء الله بداية جميلة. اهلا بيكم، برحب بيكم تاني ان شاء الله، بدايه جميله سعيده ان شاء الله، كلها خير علينا جميعا. النهارده احنا بنفكركم بذكرى، احنا عارفين ان احنا في الاحداث اللي احنا بنمر بيها وحاله الارتباك عموما، ان احنا ممكن ان احنا ننساها، او اكيد هو احتفالنا بيها مش هيكون زي كل سنه، وهي يوم اليتيم اللي بنحتفل بيه اول جمعه من شهر ابريل. احنا هنشوف ازاي ممكن يكون احتفالنا او ان احنا نوصل لهم اهتمامنا، واحنا عارفين ان هم في الاوقات اللي زي دي، اوقات الشدة الامراض والازمات، اكيد هم بيبقوا محتاجين اهتمامنا اكتر، يشعروا بيه اكتر. طيب ازاي واحنا حركتنا محدودة، ايه الحلول البديلة، ازاي لو حد متعود ان هو يوصل لهم هدايا، يوصل لهم اي مساعدة من اي نوع، ازاي ان هو يكون احرص في الاوقات دي على ان هي ما تتقطعش وان هي توصل. وعلشان كده احنا هيكون لقائنا النهارده مع فضيله الشيخ ابو اليزيد علي سلامه من علماء الازهر، هنتكلم في معاني كتيره قوي محتاجين ان احنا نسترجعها مع بعض في وقت الشده، لازم تكون موجوده ونسترجعها. طيب احنا بنستكمل تقاريرنا معاكم، ودلوقتي في تقرير عن كيفيه الوقايه، يمكن يكون في اي معلومه جديده، انا عارفه ان احنا بنكرر المعلومات دايما، ودي حاجة كويسة ان احنا نحفظها ويبقى عندنا كل المعلومات عن اساليب الوقاية من الفيروس. مسافه ما بينه وبين الشخص اللي بنكلمه يعني 2 متر على الاقل، تمام؟ عشان طبعا يعني اي حد بيسعل او بيعطس طبعا الفيروسات بتكون موجوده في القطيرات دي. طبعا برضو اهم حاجه ان يخلي باله من صحته، ان هو يقعد في البيت لو حد مثلا تعبان، طبعا عشان يحافظ على نفسه وعشان يحافظ على غيره يقعد في البيت. وغيرها طبعا حاجات كتير، الوضوء برضو اهم حاجه، طبعا اي حاجه برضو ممكن شرب الميه بيحافظ ان الفيروسات موجوده في البلعوم تنزل على طول في البطن. اغسل ايدك كويس جدا، ما تتعرضش لافراد الاسره، تبقى بعيد عنهم حتى ولو انت في البيت، حتى لو انت ما عندكش اي حاجه وانت قاعد في البيت المفروض تبقى بعيد عنهم بردك بشويه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا كده وينتهي الموضوع ده على خير. انذار من الله سبحانه وتعالى للناس كلها انها ترجع لربنا سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فطبعا الرجوع لله ده أهم شيء. تاني حاجة لازم نحافظ على نفسنا ونقي شر هذا الفيروس. كون الوقاية خير من العلاج، عشان أقدر أحمي نفسي أحمي بيتي أحمي عيالي. أنا نازل دلوقتي غصب عني عشان أجيب عيش وأجيب شوية حاجات ضرورية بس، لكن غير كده أنا لا ابني ولا بنتي ولا مراتي بينزلوا. انا بقول لكل واحد، يعني كل واحد نازل مالوش لازمه، ما تنزلش من بيتك، يعني خليك في بيتك وحافظ على نفسك، لان انت لو نزلت هتأذي نفسك اولا، وبعد كده هتأذي العيله اللي جنبك كلها، وده هيأذي ده، يعني الـ50 هيبقوا 100 والـ100 هيبقوا مليون. يعني احنا نحمي نفسنا من الانتشار الفيروس ده. هو حضرتك بس احنا ماشيين في البتاكس اهو زي ما حضرتك شايف، معانا الكحول معانا اهو، ولابسين الجوانت وبنطهر عربيتنا والبول، يعني ما بنسيبش فرصه حتى لحد يركب عميل ينزل عميل، لازم نطهر العربيه على طول كده حضرتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وقع الطاعون في ارض وانتم فيها فلا تخرجوا. We'll be right back.
أهلا بيكم، صباح الخير مرة تانية. دلوقتي وصلنا مع بعض للفقرة اللي احنا بنقدم فيها وجبة لحضراتكم، واتمنى انها تعجبكم. احنا مش بنقدم قوي يعني أفكار جديدة، لكن بنفكركم ببعض الأكلات. احنا عندنا دلوقتي توست، احنا عارفين الفرنش توست وقدمناه حتى قبل كده. فرنش توست بيبقى بيتعمل كصنف فطار بالبيض، لكن احنا بنقدم لكم توست النهاردة. هو مفيد لان احنا بنشربه برتقان، عصير برتقان عندنا بيشربه بنسبه كبيره، بنحط عليه عسل، بنحط عليه موز، بنحط عليه القرفه. فالمكونات دي حتى لو ما اقدرش ان انا استسرقها واخدها كده، او حد من اسرتي مش بيحبها قوي لو اخدها بطريقه مباشره، انا بديها له بطريقه غير مباشره. انا بحمر التوست في الزبده الاول، ببقى حريصه ان ما يكونش يعني زبده كتير. عندي الطاسه تستوعب 2 توست بحطهم، عندي الموز في الوقت ده انا بحضره، انا متهيألي انا مقلله الزبده سنه زياده، ممكن انا ازودها. والموز بحضره في ثواني، بقطعه وبحضره في ثواني معايا علشان اضيفه على المكونات. على فكرة لو عندي كمان فراولة هضيفها، عندي كيوي، عندي بصوا يستوعب كل أنواع الفاكهة، وبالطريقة دي هو بيبقى شهي قوي. احنا بنحب المتخصصين هم اللي يتكلموا على فايدة الوجبة دايما ومكوناتها. احنا معانا دلوقتي الدكتورة بسمة سليمان، استشاري التغذية العلاجية. ألو، صباح الخير. صباح النور وصباح الخير على كل المشاهدين. يا رب كله خير وكله اخبار حلوه، ويبقى فيه كده بشرة سعيده بنستناها يوم بعد يوم، ان شاء الله هتيجي ان شاء الله. يا رب ربنا يرفع هذا البلاء عن كل الناس يا رب. ان شاء الله يا رب. انا بعمل حاجه بسيطه بس في نفس الوقت هي يعني هي شهيه ومفيده. يعني انا طبعا ما اقدرش اقول، حضرتك اللي تقولي لي وتاكدي لي على المعلومه. انا بعمل توست بحمره في الزبده، وبعد كده بحاول ان انا اخليه يشرب اكبر كميه من عصير البرتقال اللي عندي، بحط عليه عسل وبحط عليه الفاكهه اللي عندي. مبدئيا احنا حاطين موز، وكمان انا بضيف قرفه. احنا عارفين برضو بقينا نسمع عن اهميه حاجات كتير دلوقتي زي القرفه والموز والبرتقال. قولي لي بقى ايه رايك في المكون ده؟ هو طبعا احنا في البدايه يعني بنقول انه هيتقدم لمين؟ هيتقدم للطفل، هيتقدم للشاب، هيتقدم لشخص كبير في السن. المنتج ده او المكون الغذائي ده او المكونات عموما مع بعضها معلومه مهمه قوي فعلا يا دكتوره. حسب هقدم لمين؟ ها طبعا لو حد كبير في السن ايه بقى؟ لو حد كبير في السن وعنده فقدان شهيه، ويعني برضه عايزين نقول حاجه، في ناس كتير جدا دلوقتي من كثر التوتر والقلق فقدت شهيتها، بقت ما عندهاش نفس تاكل من كثر ما هي عماله تسمع اخبار، عماله متابعه الخوف القلق. عايزه اقول لحضرتك ان في ناس جايه معاها العكس بقى، يعني الشكوى حتى على السوشيال ميديا كلها ان هيبقى في حاله زياده في الوزن غير مسبوقه على دخول الصيف. ففي ناس كده وناس كده. فاحنا بنقول دلوقتي ان طبعا البيوت كتير جدا بدات تلجا للمكون الواحد اللي فيه عديد من العناصر الغذائيه، وده طبعا من الحاجات اللي احنا بنحبها دايما في الصيف مع الحر وكده، ما بنبقاش بقى حاطين فكره السفره واعمل كذا اكله وكده. انا عايز حاجه سريعه تنفع معايا، وبعدين دي وجبه انا شايفه ان هي سناك، وجبه خفيفه نقدر ان احنا نديها لطفل رايح المدرسه فاخذ فطر الصبح في البيت ومحتاج حاجه تقويه في البريك طبعا ان شاء الله لما الدراسه ترجع باذن الله. ايوه محتاجه حاجه تقويه في الشقاوه اكتر واكتر، عشان بالظبط محتاجه حاجه تقويه اكتر. ايوه بالظبط. طبعا حضرتك توست فاكيد حضرتك حاطه فيه دقيق اسمر، حاطه فيه شوفان، حتى يعني نوع الدقيق نفسه ان انا بحط فيه مجموعه مكونات بيضه مهمه جدا عشان الاعصاب كمان، واحنا متابعين الاخبار مهم ان تبقى اعصابنا هاديه، بنغذي الجهاز العصبي بشكل صح. في اكلات بتساعد على تهدئه الجهاز العصبي طبعا. ويعني ضبط المزاج عموما والمود، بما اننا كلنا فعلا حاله من التوتر والقلق. طبعا احنا عندنا الغذاء ده بيلعب دور مهم جدا في كل حاجه في حاله الانسان، يعني في ذكائه، في معدل ذكائه، في معدل هدوءه النفسي، في ثبات الانفعالي، في نسبه انتشار الامراض، بتحتم الامراض. ايوه كلها انا سامعه حضرتك. زي ايه؟ اديني امثله يا دكتوره بعد اذنك. حاجات طبعا مهمه جدا ان احنا نبقى عارفين انه الغذاء هو الحل الامن، يعني
فطبعا انا يعني بحيي حضرتك جدا على الفكره. عصير البرتقال كمان ان ناس كتير برضو بدا البرتقال شويه غير الاقبال عليه في الشتاء، فبدا ان هو يبقى العصير افضل دلوقتي، الناس كتير محتاجه تشرب تاخد فايده اسرع. ايوه الحاجات الحلوه بقى واشتياقنا ان احنا ناكل حاجات حلوه طبعا في اوقات غلط دايما، لكن عموما ايه اللي ممكن يعني يشبع عندي احساسي ان انا اكلت حلو من غير ما اكون بوظت الدنيا قوي وصحتي، وخصوصا ان احنا بنسمع دلوقتي ان احنا المفروض نبتعد قدر الامكان عن السكريات دي ولا ايه، ولا معلومه مش صح؟ طيب احنا هنتكلم بس في البدايه عن نوع السكريات اللي المفروض نبتعد عنها. يعني انا دلوقتي سعراتي الحراريه اللي انا بحسبها في يومي 60% منها كربوهيدرات، من 55 ل 60% ده اتجاه عالمي. فانا دلوقتي لما اكون بقول ان انا عايزه سكريات او كربوهيدرات بنسبه 60% فهاخدها منين؟ هاخدها من الفاكهه، الموز فيه نسبه كبيره من الكربوهيدرات، هاخدها من حاجه زي الفول، هاخدها من عصير البرتقال فيه نسبه سكر. بس انا بتكلم ان السكريات لازم تكون سكريات طبيعيه. ايوه الجلوكوز والفركتوز والسكريات الطبيعيه اللي ربنا سهلها في الفواكه والخضروات. لكن احنا دايما بنقول ان السموم البيضاء ما هي الا ايه؟ سكر وملح ودقيق مكرر، يعني فقط جزء كبير من العناصر الغذائيه المهمه اللي المفروض ان هي تكون موجوده. طيب انا بدي فكره، انا بدي فكره يعني مش قصدي اقطع حضرتك، ثواني بس اقول للمشاهدين انا بعمل ايه، واقول لحضرتك برضو علشان تبقي عارفه. انا خدت التوست خلاص هو نشف معايا، انا كنت حاطه زبده على فكره قليله جدا جدا، وانا بحطه دلوقتي في عصير البرتقال بشربه على قد ما اقدر، وهو كان نشف فمش بيدوب، يعني هو شرب اكبر كميه من عصير برتقال وفي نفس الوقت ما دابش معايا لان انا نشفته بقطعة زبدة قليلة قوي أو زيت قليل قوي. طيب قدامي هو كده جاهز خلاص، أنا بحط الموز عليه، وإحنا عارفين دلوقتي قيمة الموز إحنا عارفينها عموما يعني، بس كمان سمعنا عن فايدته مع الحاجات المهمة اللي لازم تكون ضمن وجباتنا. إحنا بنقول لك مرة تانية صباح الخير دكتورة بسمة سليمان، بنشكرك استشاري التغذية العلاجية، شكرا لك ألف شكر، و يوم سعيد إن شاء الله عليكي وعلى كل الأحبة وكل الأصدقاء وأهلك إن شاء الله وأهلنا جميعا. طيب بنكمل، بنحط الموز زي ما أنتوا شايفين، ممكن نستبدله بأي فاكهة تانية إحنا بنحبها، بنحط العسل اللي هو مفيد قوي وعمالين نسمع قد إيه هو مفيد الأيام دي، بنحط رشة، وأنا ما أقدرش أقول لكم المقادير، كل واحد حسب هو بيستوعب السكر قد ايه، رشة عسل كده تمام. بعد كده انا جاهزة باخر حاجة بحطها وهي القرفة اللي بتديله برضو طعم وفي نفس الوقت هي مفيدة، وبنسمع هي مفيدة للطاقة والحيوية والنشاط وفوائد كتيرة تانية قوي. ممكن بقى لو احنا حابين ان احنا نقفل التوست ده ممكن نزود مع الموز حاجة تانية، وبالهنا والشفاء. ده كان وجبتنا النهاردة، بنكمل معاكم فقرتنا دلوقتي، هي برضو مرتبطة بالمطبخ والأفكار الجديدة اللي ممكن تكون موجودة في المطبخ علشان الملل وعلشان أقدم أكبر فايدة ممكنة وطعم حلو في نفس الوقت وشكل حلو. نشوف مع بعض فقرة ابتكارات في المطبخ. أهلا بيكم مرة تانية، بفكركم بموضوع لقائنا النهاردة في حلقتنا من طعم البيوت. النهاردة احنا بنتكلم عن أهمية التكافل عموما، أهمية التكافل في وقت زي ده قد إيه مهم، وقد إيه المعدن الحقيقي للإنسان للمجتمع للشعوب كلها بيبان، وكل ده هنفتكره بعد كده وبعد مرور الأزمة. إحنا يعني ناس مش مسؤولة أو مش في موقع مسؤولية، إحنا عندنا برضو واجبات، خصوصا مثلا في أيام أو مناسبات إحنا كنا متعودين إن لنا دور فيها، بنقدم فيها، العطاء بيكون واضح فيها، زي يوم اليتيم اللي احنا بنحتفل بيه او كنا دايما بنحتفل بيه بالزيارات والحفلات اول جمعه من شهر ابريل، واللي هيجي في ظروف استثنائيه. ف بفكركم ان احنا اكيد في طريقه ان احنا نوصل بيها اهتمامنا، اهتمامنا للاطفال. احنا شايفين ان احنا كل اسره فينا او كاسره عموما احنا ازاي مهتمين قوي باولادنا دلوقتي، ازاي خايفين قوي على اولادنا دلوقتي، اكيد هم عندهم برضو او نفسهم هم يحسوا نفس المشاعر والاهتمام ده ان هو يوصل لهم مننا. احنا معانا النهارده في لقائنا فضيله الشيخ ابو اليزيد علي سلامه من علماء الازهر
الشريف، هنتكلم عن التكافل عموما، هنتكلم عن الدين، ديننا بيقول ايه، والاديان كلها وقت الازمات ووقت الاوبئه احنا كناس عاديه نتصرف ازاي، دورنا الايجابي الحقيقي هو ايه، ان احنا نعمل ايه، طب نساعد بعض ازاي، والتكافل في الوقت ده والتكاتف قد ايه هو مهم. اسئله كتير ان شاء الله، وحوار نتمنى ان احنا نوصل لكم عن طريقه اي معلومه ايجابيه، اي معلومه تكون مفيده. دلوقتي احنا بنستعد بالشاي زي ما انتم عارفين لضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهارده، والاثناء دي هنخرج لفاصل وبعديه هنبدا لقائنا على طول. اهلا بيكم، بنبدا لقائنا دلوقتي مع الشيخ او فضيله الشيخ ابو اليزيد علي سلامه من علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ. اهلا وسهلا. احنا عندنا معاني كبيره الاول بنتكلم فيها، ودي دايما اللي بتهمنا، يعني في مرحله زي اللي احنا فيها، في ظروف زي اللي احنا فيها، ازمه زي اللي احنا فيها بكل المفردات ايا كانت، المواقف الانسانيه بيبقى ليها اهميه قوي عن في الايام العاديه. انا مش عايزه اتكلم بس على يوم اليتيم، انا عايزه اتكلم عموما عن التكاتف، التكافل. احنا شايفين ان ظروف الناس صعبه، ان في ناس ممكن تكون فقدت او هتفقد وظايفها، يعني انا عارفه ان احنا كلنا بنعاني ضغوط، لكن انا بقول المساعدات حتى لو كانت بسيطه فهي المعاني الانسانيه اللي وراها يعني مهمه قوي زي المعاني الاخرى الماديه او الاخرى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. بداية يعني أهنئ السادة المشاهدين وأبنائنا اليتامى في كل بلاد العالم بهذا اليوم الذي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم سعادة وراحة وطمأنينة، وأن يكون بداية الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى للقضاء على هذا الوباء الذي انتشر في بلاد العالم كله. ثانيا، فكرة التكافل الاجتماعي أو فكرة إن الناس تمد إيديها لبعض، هنقول إن الفكرة دي هي أول فكرة دور عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتقل من مكة إلى المدينة لتأسيس الدولة الحقيقية ولبناء الدولة الحقيقية. أول فكرة دور عليها إيه؟ إن كان في ناس زي ما حضرتك بتقولي كده محتاجين، كان في ناس فقدت بيوتها، وكان في ناس فقدت أموالها، وكان في ناس فقدت أشغالها، وكان في ناس فقدت ثروتها، واللي فقد ابنه، واللي فقد أخوه، واللي فقد زوجته، واللي فقدت زوجها، وهكذا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بدأ ليتوجه لما نسميه الآن إحنا بالعمل التطوعي، أو ما نسميه التكافل الاجتماعي، فعمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. إزاي إن اللي معاه يدي اللي معهوش، إزاي إن اللي عنده بيت والبيت ده فيه متسع يستضيف واحد من المهاجرين، إزاي إن اللي عنده مال وعارف إن واحد من المهاجرين جاي وما عندوش مال، إزاي يساعده بهذا المال لحد ما يقدر يقوم على رجليه ويشتغل لوحده ويأسس بيت لوحده ويأسس أسرة لوحده. حتى شفنا إن بعض الـ الأنصار تنازلوا عن بيوت خاصة بيهم، تنازلوا عن أموال خاصة بيهم لصالح المهاجرين علشان يبقى في هذا النوع من أنواع التكافل. ده مش في الإسلام بس، وهنا معنى التآخي يعني بمنتهى العمق، مش مجرد تآخي إن هم يبطلوا حرب خصام، لا، التآخي بالمعنى الحقيقي. صحيح صحيح. ده مش في الإسلام بس، حتى في الشرائع السابقة. يعني لو بصينا إلى السيدة مريم عليها السلام ونشوف كده لما ربنا بيقول إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، كانوا بيتسابقوا، لأن السيدة مريم عليها السلام كانت يتيمة، فإزاي كانوا بيتسابقوا مين فيهم اللي يكفلها، مين فيهم اللي يطعمها، مين فيهم اللي يتكفل بحياتها، مين فيهم اللي يتكفل برعايتها، لحد ما فاز بذلك سيدنا زكريا، وربنا بيقول وكفلها زكريا. هو سيدة مريم كانت محتاجة بكده، سيدنا زكريا اللي فاز، يعني كأنه هو اللي فاز. نعم، كأن كفالة الإنسان المحتاج أو الشخص اللي محتاج ده نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، رغم أن هي مش محتاجة، يعني ربنا بيقول وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. وده المعنى الثاني اللي احنا لازم نزرعه في قلوبنا، إن معنى العطاء ربنا سبحانه وتعالى يعطي دائما المعطي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
أنفق أنفق عليك، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كل ما الإنسان بينفق من وقته أو من جهده أو من ماله أو من صحته في سبيل إسعاد الآخرين، كلما بارك الله له في هذه النعمة التي أنعم بها عليه. طيب لو هنتكلم عن اليتيم حضرتك دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها، هل مثلا نقطع حاجة أو عادة احنا كنا متعودين ونقول الظروف أو حالة القلق اللي عند الناس ممكن يكون العطاء مش زي الأول، نقول للناس دي إيه؟ يعني القلق الزيادة على المال على في الظروف دي دايما بيبقى مصاحبة للنوع الأدم القلق. صحيح، هو ده مرتبط بجزء تاني مهم جدا بنشوفه في مجتمعنا، وهو الخوف على الحياة. فإحنا بنخزن الأطعمة أو بنخزن الأشربة أو بنخزن الحاجات بتاعتنا علشان مش عارفين إيه اللي هيحصل بعد كده. طيب أنا لما خزنت الأكل واحد تاني ما لقاش الأكل، هيضطر إنه يدور على الأكل، لو ما لقاهوش بطريق مشروع هيدور عليه بطريق غير مشروع فياخد المال ده مني مرة أخرى. لو أنا حافظت على صحتي بس وما همنيش صحة الآخرين، طب ما هو المريض ده ممكن يعديني بعد كده. أنا مضطر، أنا شخص، الإنسان بطبعه كائن اجتماعي ما يقدرش يعيش في الدنيا دي لوحده. فلو الإنسان نظر إلى مصلحته فقط ونظر إلى حالته الشخصية فقط بالتأكيد سوف يؤذي الآخرين بذلك، وإن أذى الآخرين هذا الإيذاء والضرر سيعود عليه مرة أخرى. أي فأنا لما بحاول أن أنا أدي فأنا لمصلحتي في الآخر، سواء رضا من عند ربنا أو أن هو مصلحة أو مجتمعية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم وهو القاهر فوق عباده، يعني شوفي المعنى ده، هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. إذن الحفظ من عند ربنا سبحانه وتعالى. ناخد بالأسباب، نعمل العزل الاجتماعي اللي بنقول عليه، نهتم بالنظافة، نهتم بالصحة البدنية والصحة النفسية، نهتم بكل ده، بس لازم نؤمن بهذه الآية إيمانا جازما، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. يعني الحفظ ده والستر ده والصحة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. مهمة قوي النقطة اللي يا فضيلة الشيخ اللي حضرتك بتقول عليها، لأن احنا بنلاقي الاتكالية أو إن في ناس فاهمة الإيمان غلط. يعني أنا مؤمنة وأنا متكلة على ربنا، لا أنا مش هبين قلق كتير، مش هاخد الأسباب الاحترازية اللي بتتقلي والعلماء كلهم في جميع الدول بيقولوا عليها، لا أنا إنسانة متدينة. فهل التدين معناه إن أنا محافظ أتكل وأمشي بطريقة فيها من العشوائية حد كبير؟ طيب يعني عايز اعرف حكم الدين، لان في حكم الدين صريح في زمن الاوبئه. جميل. مين اكثر الناس من وجهه نظرنا احنا كمسلمين تمسكا بالدين واتباعا لاوامر الله سبحانه وتعالى؟ اكيد من وجهه نظرنا احنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حقيقه. النبي هو اكثر الناس التزاما باوامر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث قصه، القصه دي موجوده في صحيح البخاري ويمكن ما حدش كتير يسمع عنها، إن مجموعة من الناس جايين يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم واحد مجذوم. مجذوم يعني مصاب بالجذام، ربنا يعافي كل مريض يا رب. كان من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، يمد إيده ويبايع هذا الرجل كما بايع بقية الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا، لكن النبي عايز يعلمنا معنى آخر، عايز يعلمنا إن التوكل على الله معناه برضو الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف هذا الرجل مريض ومن الممكن إن هذا المرض يؤدي إلى ضرر لغيره، والنبي مش هيصيبه ضرر بس ممكن الضرر ده يصيب بعض الناس الآخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع قد بايعناك. يعني احنا بايعناك من غير ما تمس أيدينا أيدي بعض. طيب هل النبي خايف من انتقال العدوى؟ لا، النبي مش خايف من انتقال العدوى. أما النبي بيعمل إيه؟ النبي بيعلمنا هنا إن احنا ناخد بالأسباب، إن الشخص المريض في بعض الحالات يجب إن هو شخصيا يعمل لنفسه اللي احنا بنسميه العزل، إنه ما يضرش الآخرين، إنه ما يسعاش في الاختلاط بالناس. إن المخاطرة، إن المخاطرة هنا مش مطلوبة، سواء صحيح لنفسه أو للمحيطين به لأسرته. صحيح. وعشان كده في الطاعون النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، الطاعون ده أحد الأمراض أو أحد الأوبئة التي انتشرت في بعض الفترات، فالنبي علمنا إذا كان هذا الطاعون في مكان يجب علينا أن لا ندخل هذا المكان، وإذا كنا في هذا المكان اللي فيه الطاعون يجب علينا أن لا نخرج من هذا المكان. ليه؟ لأنه هيؤدي إلى انتشار العدوى بشكل كبير، برغم أن احنا كمسلمين مؤمنين أن الله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل علينا حفظة،
كما علمنا، إلا أن الله هو الذي طلب منا أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على الله سبحانه وأن وتعالى وأن نحترم العلم والعلماء. لدينا كل التقدير فيه للعلم والعلماء. صحيح. طيب بدو حضرتك والسادة المشاهدين لفاصل بنتكلم فيها عن الوقاية عموما، وعي الناس بأساليب الوقاية المختلفة وآرائهم، ونلتقي بالفاصل ده الأول بمناسبة يوم اليتيم، وبعدين بعد كده نتابع مع بعض باقي الفواصل واللقاء. هنشوف فاصل عن يوم اليتيم. بالنسبة لرعاية الأيتام على المجتمع أن يزيد من هذه الناحية، هؤلاء الأيتام هم إخواتنا وهم أولادنا، ولا شك أن اهتمام الدولة هو اهتمام إيجابي، ونتمنى أن يساعد رجال الأعمال الدولة. المفروض الناس يعني تراعي موضوع دار الأيتام أكثر من كده، ومفروض أن هم يحسوا باليتيم أن ده ملوش سند ولا ظهر في الدنيا، والسند بتاعهم ربنا افتكره، المفروض أن احنا نحس من بعض يعني، ونعمل بكلام ربنا شوية بدل ما نتكلم كتير، نعمل بكلام ربنا وكلام الرسول، وأنا وكافة اليتيم كهتين في الجنة. دورنا احنا كأشخاص، أي حد يعرف حد مثلا يتيم أو محتاج أي حاجة يقدر يساعده باللي يقدر عليه، ممكن يساعده. الحكومة ممكن تخصص زي صندوق أو حاجة زي كده لرعاية الأيتام أو لكفالة الأيتام، والناس اللي هي تقدر تتطوع أو تتبرع بأي شيء أو بأي مبلغ، يبقى حاجة مبادرة كويسة. كلام طيبين، وإن شاء الله ربنا يعوضهم عن أي حاجة فقدوها في حياتهم، ودورنا احنا اتجاههم دلوقتي إن احنا نعوضهم عن أي حاجة فقدوها، يعني ما نحكموش إن هم أصلا فقدوا أي حاجة. ده حتى ليه توقيع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا وكيف اليتيم كهتين في الجنة، وأشار بإصبعي كبابة وأبوه. فأول حاجة إن احنا ما نحكموش إن هم في حاجة فقدوها ده او راحت منهم، وعلى الاقل قد ما نقدر نحاول ان احنا نعوضهم عن اي حاجه راحت. المفروض في كل وقت الايتام يبقوا في رعايتنا، لان طبعا كل واحد فينا معرض ان هو يفقد حياته واسرته واولاده يبقوا لوحدهم يعني. فالمفروض يبقى في نظره مجتمعيه شامله ان اللي يحصل عنده ظروف الوفاه ويبقى ولاده ايتام، لازم احنا يعني الدين بيأمرنا بكده والمجتمع بيأمرنا بكده وقواعد الاخلاق بتأمرنا بكده، فطبيعي يعني دي مش محتاجه إنه جزء من الإنسانية إن إحنا نرعى الأيتام ونحطهم في اعتبار، خاصة في الظروف اللي إحنا بنمر بها دلوقتي والوضع اللي العالم كله فيه يعني. أهلا بيكم مرة تانية، بنستكمل معاكم لقائنا. شفنا تقرير عن يوم اليتيم أول جمعة من كل شهر إبريل، بنفتكر إحنا المفروض إن إحنا نبقى فاكرين معظم الشهور معظم أيام السنة، لكن اليوم ده للتذكير بس مش أكتر. احنا عارفين ان احنا في ظروف صعبه، كلنا كل واحد بيحاول ان هو يحافظ على نفسه وعلى عيلته بصعوبه شديده، بس بقول لكم حاولوا لو عندكم اي امكانيه، اي فائض من اي نوع في الوقت في الاهتمام، نوصل لهم في وقت الشده ده بالتحديد، اكيد هم محتاجين قوي. فضيله الشيخ، يعني احنا زي ما بنقول كده ان لو في حد محتاج قوي وما لقاش الطرق المشروعه إن هو يحصل بيها هو وولاده على الأساسيات، ده هينقلب على المجتمع بصورة أو بأخرى، كلنا هنبقى في خطر. فأنا لما بقدم الخير أنا بقدمه كمان لنفسي في الآخر، أنا مستفيد بيه يمكن كمان أكتر. في وضع اليتيم إنه يندمج مع المجتمع يعني بصورة طبعا مختلفة المقارنة يعني من بعيد شوية، لكن اندماجه مع المجتمع وإنه يحس باهتمام المجتمع ده بيه وإنه فرد من أفراده، ده مهم برضو قوي لصالحنا قبل ما يكون لصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرجع تاني ونقول إن الشرائع السماوية كلها اهتمت باليتيم اهتمام كبير جدا وبدمج اليتيم في المجتمعات، ولا أدل على ذلك من إن رؤوس هذه الشرائع السماوية كان فيهم هذا اليتم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرسل لنا برسالة. سيدة مريم عليه السلام كانت يتيمة، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يتيما. مش كده بس، ده الدمج المجتمعي مش معناه أنه هو يعيش معايا، لا، معناه خلي بالك من اليتيم في نقاط مهمة لأنه محتاج للنقاط دي. أول هذه النقاط القهر النفسي، اوعى تقهر اليتيم قهر نفسي، لأنه هو عنده أصلا مشكلة أنه فقد حبيب، فقد معين، فقد كفيل، فقد أب كان بالنسبة له يعني أفضل من الدنيا وما فيها. فعشان كده القرآن الكريم لما جه يتكلم عن اليتيم قال إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر، إياك تقهر هذا اليتيم، لأن القهر النفسي ده ممكن يؤثر عليه ويقلبه بعد ذلك إلى
مشكلة مجتمعية كبيرة. مش بس مجرد القهر، ده القرآن لما تكلم عن إكرام الإنسان ما قالش ولقد كرمنا المسلمين، قال ولقد كرمنا بني آدم. أي إنسان سواء كان مسلما أو غير مسلم، سواء كان على دين أو من غير دين، حتى الإسلام أمر بإكرامه، أو ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأوجده، لعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يهديه. لكن من بين كل هؤلاء ربنا ما خصش المسلمين فقط بالإكرام، لا، الإكرام لكل الناس، لكن خص فئة من المجتمع بالإكرام. قال إيه؟ كلا بل تكرمون اليتيم، يعني اليتيم محتاج لعناية أكثر، محتاج لإكرام أكثر، محتاج لنوع من أنواع الاحتواء أكثر. طيب الاحتواء ده يتم إزاي؟ يتم بإن إحنا نعيشه معانا في المجتمع كأنه فرد من أفراد الأسرة بتاعتنا، زي ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيعامل الفقراء والمحتاجين واليتامى بنوع من أنواع الدمج والاحترام. يقول ربنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، ذكر اليتامى بعد ذوي القربى، وكأنه يريد أن يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى يجب أن يكون اليتيم ده قريب ليك، ومش كأنه، هو من حقه على فكرة. صحيح. يعني ده حق من حقوقه، حضرتك بتؤكد كمان. نعم. بالآيات يجب أنه يكون، يجب أنه يكون زيه زي القريب ليا. طيب زيه زي القريب ليا يعني إيه؟ يعني لما تيجي تعامله ما تعاملوش على أنك بتحسن إليه، ما تعاملوش على أنك بتتفضل عليه، ما تتعاملوش على أنك بتتكرم عليه بهذا الفعل، لا، تتعامل على أن ده واجب بالنسبة لك، لأن هؤلاء ممكن يكونوا مفيدين جدا للمجتمع. كم من المجتمعات قامت على ناس كانوا يتامى، ابن الجوزي كان يتيما، والإمام سفيان الثوري كان يتيما، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غير هذا الكون بفضل يتيمة من الله سبحانه وتعالى كان يتيما. طيب أنا عايز أنتقل لنقطة مهمة قوي. يعني إن شاء الله الأزمة اللي احنا فيها أيا كانت هي هتمر إن شاء الله، بس خلينا نقول إن احنا دايما في وسط القلق، في وسط الوجه اللي مش حلو قوي بتاع الأزمة، في وجوه ممكن أخرى مضيئة شوية ممكن نطلع بيها، في مش عايز أقول إيجابيات برضو عشان ما كنش ببالغ، لكن في معاني صغيرة قوي اتحققت في ظل هذه الأزمة وكنا مفتقدينها من زمان، والشديد القوي اللي رجعنا ليها، وهي دي الأصل وهي دي الطبيعة، ودي المفروض تبقى طبيعة الأشياء والحياة والأسرة والمجتمع من زمان. نعم. فنقول في حقيقي نقاط نقول نقدر نقول عليها الى حد ما ايجابيه من هذه الازمه، ممكن نقول ان في جوانب ايجابيه حقيقيه في الموضوع. يمكن من اهم هذه الجوانب الايجابيه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان مش بقدرتك ولا بمهارتك ولا بشطارتك ولا باسلحتك ولا بجبروتك، لا، ادي كل دول العالم بكل امكاناتها وبكل يعني معدتها وقفت عاجزة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى التي أراها لنا في يعني كائن إحنا شايفينه كائن ضعيف جدا لا يكاد يرى بالعين المجردة. الرسالة دي مش بتقول لنا إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي حرك ذلك، يقول وهو وله ما سكن في الليل والنهار، هذا الذي كان ساكنا وحركه الله سبحانه وتعالى ليريك أنت كنت بتروح الشغل بقدرتك ولا بقدرة الله سبحانه وتعالى، أنت كنت بتروح المسجد، انت كنت بتقول للناس انا بصلي في الجامع، دلوقتي انت مش قادر تروح تصلي في المسجد لان قد يؤدي ذلك الى ضرر بيك او ضرر بغيرك، انت كنت بتروح حفلة، كل البديهيات، انت كنت بتاخد النفس بأمر من الله سبحانه وتعالى. إذن ده مش ذكرك بالله سبحانه وتعالى؟ ده مش ذكرك انك النعمة دي غيرك فقدها زي اليتيم اللي محتاج ان انت تتذكره في هذه اللحظة علشان تقول اذا كنت انت محبوس دلوقتي بين أربع جدران، طب اليتيم دوت اللي موجود في دار لرعاية الأيتام ويمكن كمان مش موجود في دار رعاية الأيتام، ألا يحتاج هذا إلى أن تكفله، إلى أن تساعده؟ طب معيش يا أخي، تبسمك في وجه أخيك صدقة يا أخي، كونك بس تشعره بأنه إنسان طبيعي، كونك تشعره بأنه ليه أهمية، كونك تشعره بأنه ليه دور في المجتمع، ده في حد ذاته معنى إيجابي. أي عطية رمزية، أي نوع من أنواع العطايا، ولو ما أقدرش على العطايا المادية زي ما حضرتك بتقول هنوصل لأدنى الدرجات وأسهلها وهي التبسم في وجه اليتيم. نعم. فده معنى من المعاني الإيجابية. من المعاني الإيجابية اللي موجودة في ذلك
ان كتير من الناس اتعرفوا على ابنائهم دلوقتي واتعرفوا على زوجاتهم دلوقتي، يمكن كان الانسان مش فاضي يقول لك انا مش فاضي انا ورايا شغل انا مش عارف ايه، دلوقتي كتير من اضطروا يتعرفوا على بعض. اصلح علاقات كثيره يعني صحيح. وحتى لو عمل بعض المشكلات او المشادات دي موجوده في المجتمع، يعني يجب ان احنا نتقبل ذلك. يجب الاب اللي كان شايف ان هو شايل هم كبير جدا خارج البيت، دلوقتي شاف ان زوجته برضو كانت شايله هم كبير جدا جوه البيت، وكانت بتتعامل مع الاولاد ازاي. ابنك ده كان محتاج انه يسمع منك وتكلمه زي ما كل اب كان بيكلم ابنه زمان، وكانوا بيعلمونا وكانوا بيحتوونا وكانوا بيشوفوا مشاكلنا ايه. ده المنهج القراني اللي تلاقي فيه كل اب في القران الكريم بيكلم ابنه يقول له ايه. واذ قال يوسف لابيه يا ابتي قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، الى غير ذلك من الايات اللي فيها حديث بين الاب وابنه. هذه الاحاديث بتعلم كثيرا ابنائنا، بتخليهم يكتسبوا مننا الاخلاق المهارات القيم اللي احنا يجب ان احنا نعلمها لابنائنا في يوم من الايام. نشكر حضرتك، ودايما من كل أزمة فعلا يعني مهمة قوي ان احنا نطلع بالنواحي الإيجابية، الوجه الآخر للأزمة، وان شاء الله تكون أزمة مؤقتة، وان شاء الله كلنا نصحى على أنباء تسعدنا جميعا وبشرة خير ان شاء الله. بشكر حضرتك مرة تانية. شكرا. بشكر مشاهدينا، وصباح سعيد ويوم كله خير يا رب علينا جميعا.